والله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، أو والله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، ماذا فيه؟ الأخ يسأل عن الفرق بين المسلم المؤمن والسابق والمقتصد. الإسلام إذا أطلق ولم يذكر معه الإيمان شمل الإيمان، لأن الإسلام لا يصح وحده بالأعمال الظاهرة حتى يأتي بالأعمال الباطنة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا أطلق الإيمان ولم يذكر معه الإسلام كان مقصود بالإيمان هو الإسلام والإيمان معا. وقاعدة في هذا إذا أفرد أحدهما اجتمع، قاعدة في هذا إذا أفرد أحدهما اجتمع، وإذا اجتمع تفرق، فصار للإسلام معنى والأعمال الظاهرة. وجاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ويقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وأما حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. وهذا كقول الله جل وعلا: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. والمقصود بهذا أن جزنا بالإيمان الذي هو أعلى المراتب وبالإيمان الذي هو أخص من الإسلام. ولا يقصد بهذا الحديث يعني أو مسلمة أي أنه ما تحصل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إنما يقصد ما تحصل على الإيمان الذي هو أخص من الإسلام، لأن منزلة الإيمان أخص من منزلة الإسلام، ومنزلة الإيمان أعلى من منزلة الإسلام. هذا المقصود، ولا فلا يصح أصلا الإسلام إلا بإيمان، ولكن الإيمان مراتب. ولكن يستدل بهذا الحديث على الإيمان شعب متفاوتة، فقد شاهد له بالإيمان لما رأى من ظاهره، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يحكم بذلك، لأن المفروض أن يحكم بالإسلام لأنه قد لا يعلم ما وراء ذلك. ومع ذلك وردت حديث أيضا أخرى شهادة بالإيمان لمن مثلا كان يصلي ويصوم، هذا في الظاهر، ولا يلزم من ذلك الإيمان الذي يكون فيه نجاة العبد من عذاب الله جل وعلا، لأن الناس يحكمون على الظواهر وقد يكون في البواطن بخلاف ذلك. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري حديث عبد العزيز بن أبي حازم عابين عن سالم بن سعد الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إنك أي ينكح، وإن شفع أي يشفع، وإن قال أي يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض من مثل هذا. مع أن الميزان هو ميزان الصحابة رضي الله عنهم، فهم حكموا على الظواهر، حكموا على الظواهر، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا، بخلاف هذا. فعلى هذا أن تحكم على الظواهر، قد يكون الأمر بخلاف هذا. يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على قتلاهم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد،
وفلان شيء وفلان شيء. فلما مروا على الآخر قال من كلا إنه قد غل شملة وإن لتشتعل عليه نارا في جهنم. فالذي قرم على الحكم الأول وهذا في دلالة على أن من قتل في سبيل الله جاز له الحكم بالشهادة على الظاهر ولا بدليل أن ينفع عن الآخر. لو كان الأول مثل الآخر صار استويا ولما جاز الأول وجود الثاني. ولما فرق النبي بينهما وقال عن الآخر قال كلا إنه قد غل شملة وإن تشتعل عليه في نار جهنم علم أن حكمه مغاير لأحكام من سبقه. علم أن هذا إقرار لمن قال عنه فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد. وهذه مسألة خلافية بين العلماء هل يقال عن فلان بأنه شهيد؟ بل اختلف فيها الصحابة اختلف فيها التابعين اختلف فيها الأئمة الهدى. لأن بعض العلماء يظن أنه إذا قيل فلان شهيد أن هذا يستلزم الحكم له بالجنة وهذا في نظر. فإن الحكم بالشهادة لا يستلزم الحكم بالجنة لأن هذه أحكام الدنيا. فأنت تحكم بالظاهر بناء على أحكام الدنيا. وذلك الصواب أنه لا بأس يقال فلان مات شهيدا فلان مات شهيدا لكن لا نحكم له بالجنة لا نحكم له بالجنة لا نحكم على ظاهره نحكم على ظاهره. ومن ثم قال الفقهاء لو أن رجلا كافرا ليس بمسلم أصلا قاتل مع المسلمين نخوة أو حمية أو عصبية وهم لا يعلمونه وهم لا يعلمونه لكن رأوا في القتلى بين المسلمين يبنون على أنه من أهل الإسلام بناء على الظاهر ويدفنون في مقابر المسلمين وإن كان هذا من أهل الجحيم لأنه يبنون على الظاهر. فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة من ثم يحكم بهذه المسائل عن أحكام الظاهر وإن كان الباطن بخلاف ذلك.